أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن قلت إنكم مبعوثون بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.